بكل مسؤولية وبكل صراحة أن هنالك بوادر للتطاحن الاجتماعي في بلادنا، وخير دليل على ذلك ما وقع في كلية الطب، حيث أن هنالك صراع طبقي من خلال من يتشبث في القطاع العمومي ومن يريد خوصصة التعليم العالي في بلادنا. وحزب الاستقلال لا يمكنه إلا أن يواجه كل سياسة تؤدي إلى تعميق الفوارق الاجتماعية، وهي ما أسف تتعمق في بلادنا. المس بالطبقات الوسطى وضرب قدرتها الشرائية، التي من أسف هذه الطبقة عبرت بقوة في إطار المقاطعة عن ما تتعرض عليه من ضرب في قدرتها الشرائية ومن حضارها داخل المجتمع. كل سياسة تؤدي إلى توسيع الفوارق المجالية، خصوصا الفوارق بين العالم القروي والعالم الحضري، والفوارق بين العالم والفوارق بين الجهات المملكة وداخل جهات المملكة. وكل سياسة تؤدي كذلك إلى الضرب في هويتنا وخلق شروخ داخل هويتنا وخلق شروخ داخل مجتمعنا. وفي إطار هذا البعد المقاصدي للرأسمال والعمل، أكدنا في أولى القضاء والانتقالات التي اقترحها حزبنا من أجل الانتقال إلى النموذج التنموي الجديد، أكدنا على ضرورة الانتقال من مجتمع مبني على الامتيازات والوساطة والريع إلى مجتمع الحقوق المكفولة للجميع على قدم المساواة في إطار سيادة القانون وتكافؤ الفرص وفعلية قواعد المنافسة الشريفة. يركز أساساً على الاستثمار في البنيات والمنشآت رغم محدودية أثرها التنموي الاجتماعي إلى نموذج يراهن على بناء القدرات وتأهيل العنصر البشري من خلال بروزة استراتيجية وطنية ذات عمق ترابي للنهوض بالموارد البشرية، النهوض بالمواطنات والمواطنين، وإرساء منظومة متكاملة ترتكز على قيم المواطنة وترتكز على قيمة أساسية نفقدها اليوم، وهو قيمة الاستحقاق وقيمة العمل، وعلى المهارات التعلم والتعليم والتواصل فيما يضمن للشباب خاصة وللنساء كذلك الكفاءات الاندماج في دينامية التنمية والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل. ذكرى الاحتفال بالزعيم على الفاسي هي ذكرى سنوية يخلدها حزب الاستقلال وكذا كافة المغاربة، لأن الزعيم على الفاسي هو ليس زعيم وطني، هو زعيم وطني وعربي وإفريقي وعالمي ساهم في الحركة التحررية العالمية، سواء على مستوى المغرب العربي، على مستوى الإفريقي، على مستوى العربي، على مستوى يعني باقي القارات الأخرى، أمريكا اللاتينية وغيرها. وبالتالي الاحتفاء بالزعيم علي الفاسي هو احتفاء بالذاكرة الوطنية المغربية، لأنه هو عالم ومفكر وسياسي وزعيم وقيادي ووطني كبير، كان له الدور الكبير في اندحار الاستعمار، وكذلك كان له الدور الكبير في بناء أسس الدولة الحديثة المغربية مع بعد نيل الاستقلال. وبالتالي الاحتفاء بهذه الذكرى هو احتفاء لجميع المغاربة، هو ليس زعيما للاستقلاليين، بل هو زعيم جميع المغاربة وكذلك جميع العرب والأفارقة وكافة الشعوب التي تؤمن بالتحرر وبالحرية وبالديمقراطية وبالحقوق الاجتماعية واقتصادية وسياسية.